لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تنبيه سريع بخصوص درس الأمس، كنا تكلمنا على تحقيق نشر على موقع العربية بالنت فيه تصريحات لعدد من الشيعة تحت مسمى أنهم يدعون للتحقيق، وذكرنا أن واحدا منهم ذكر تقريبا كل عقائده من سب الصحابة ومن ادعاء تحريف القرآن، ولكن مع تلطف في العبارة. وذكرنا أن هذا التحقيق قد نشر مختصر له على موقع إسلام أونلاين الذي يشرف عليه الشيخ القاضي. في الواقع اليوم حذف هذا المقال من على موقع إسلام أونلاين. هذه درجة من درجات يعني تعفيهم من مسؤولية أنهم قابلوا بهذا الكلام، وإن كان لا تعفيهم من مسؤولية كان ينبغي أن يصالحوا الأمة، لأن الموقع مليء بالمقالات التي تكذب أهل السنة فيما ينتهون إلى الشيعة، وتقول أن هذه أوهام إلى غير ذلك. الآن هؤلاء وليسوا شيعة إيران ولا شيعة العراق، شيعة السعودية، يصرحون بعقائدهم في التحفظ على الصحابة. ده القدر اللي هو أحدثه سمى تحفظ على الصحابة، لكن لما نظرنا وقرأنا الكلام أمس وجدنا أن التحفظ ده يشمل تلاعبهم في القرآن، وأنهم ظالمين بهذا التلاعب قطعا، وأنهم ليسوا ولاة أمر، وأنهم ممن يردون عن حول النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيرها. فالواقع وإحقاقا للحق إن احنا نقول أن يعني موقع الدكتور القرضاوي الآن يعني كأنه درجة من درجات التراجع، لكن كالعادة تراجع ناقص نقصانا كبيرا. التراجع معناه انه اولا يعتذر ان المقال ده نشر ابتداء، سواء هذا امر وارد في موقع كبير كهذا انه ممكن ما يكونش يعني عدى على الرقابة الشرعية او غير هذا. الامر الثاني انه يعتذر عن كل ما يقولونه طوال الفترة الماضية من الطعن على اهل السنة انهم هم الحزبيون، وانهم هم الذين يخترعون امور هي مجرد اوهام، وان الشيعة لا يقولون بذلك البت. والان رجل شيعي وشيعي مكان اقامته يجعل يستخدم درجة عالية من التقية، يقولون عنه عالم شيعي سعودي، وفي كانت تقيته الان هي مجرد تجنب في الالفاظ. يعني كنا نتمنى ان الامر لا يقتصر على الحذف الصامت للمقال، ومن قرأه قرأه ومن لم يقرأه لم يقرأه. نتمنى يبقى في اعتذار عن نشره ابتداء، ثم اعتذار عن نشر كل المقالات التي تدافع عن الشيعة انهم لم ولن يقولوا مثل هذا الكلام، او ان الكلام ده قيل في الماضي ونراجعوا عنه، ده كلام حديث وفي الحاضر نحو هذا، ولكن اردنا ان ننبه على ذلك. نعود الى الكلام على قضية العمل الجماعي، والكلام اليوم ان شاء الله تبارك تعالى عن موقف علماء الدعوة الوهابية من قضية العمل الجماعي، لا سيما موقف العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. يعني قد يكون جزء الكلام من كلام العلامة ابن باز رحمه الله، او يعني الكلام يكاد يكون متقارب في ان هذا الكلام منسوب ايضا لفتاوى نشرت باسم اللجنة الدائمة للإفتاء بصفة عامة، إبان كون الشيخ ابن باز رئيسه. في الواقع هناك كلام كثير للشيخ ابن باز في هذه القضية. نبدأ بما يعتبر تنظيرا. ذكرنا ان المسألة لها اساس نظري موجود نقلناه من كلام الإسلام التيمية، وده الاصل اللي فرعنا عليه كل الكلام،
أن الله تبارك وتعالى قد خاطب الأمة بالحدود والحقوق خطابا عاما، وأن الإمام نائب عنها. احنا بنخط بالذكر حالات غياب الإمام أو تقصيره، ولكن كما تأتي من كلام شيخ ابن باز رحمه الله تعالى حالات وجود الإمام وعدم تقصيره تنقلب فروض الكفايات في حق الباقي مستحبة. في حالات غيابه أو تقصيره يبقى صارت هذه واجبة على القاضي بشرط تحقيق المصلحة والدفاع المذكور. هذا الكلام ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله في أكثر من مناسبة، منها وهذا الحوار كان أجري مع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ومنشور في مجموع فتاوى. هنا بنرجع إلى فتاوى الشيخ ابن باز غير فتاوى اللجنة الثانية، فتاوى الشيخ ابن باز الجزء السابع صفحة 84 وما بعدها. هذا حوار حول هذه القضايا. كان السؤال يقول: ما المراد بطاعة ولاة الأمر في الآية؟ هل هم العلماء أم الحكام ولو كانوا ظالمين لأنفسهم ولشعوبهم؟ ودي أحد الجوانب الرئيسية في المسألة، ونقلناها عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن ولاة الأمر هم العلماء والأمراء، ويعني بصلاحهما تنصلح الأحوال، ولو أن الأمراء لم يوجدوا أو قصروا يبقى هذا يؤكد على العلماء مزيد من المسؤولية وليس تضييع له. يقول الشيخ ابن باز: يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول: وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، أمراء المسلمين وعلماؤهم يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بطاعة وليس في معصية الله. فالعلماء والأمراء يطاعون في المعروف، لأن بهذا تستقيم الأحوال ويحصل الأمن وتنفذ الأوامر وينصف المظلوم ويرضى الظالم. يبقى إلى يعني آخر الكلام في تأكيد هذا المعنى. إجابة هذا السؤال بتذكر أحد الجوانب النظرية للمسألة، وهي أن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء، هم العلماء والأمراء. يقول يعني كلام في توضيح أن الأمر أيضا إنما الطاعة المعروف تنطبق على العلماء والأمراء، فذكر هذا في حق الأمراء. يقول: فالعلماء والأمراء يطاعون في المعروف لأن بهذا تستقيم الأحوال ويحصل الأمن وتنفذ الأوامر وينصف المظلوم ويرضع الظالم. أما إذا لم يطاعوا فسدت الأمور وأكل القوي الضعيف، فالواجب أن يطاعوا في طاعة الله في المعروف سواء أكانوا أمراء أو علماء. العالم يبين حكم الله والأمير ينفذ حكم الله، هذا هو الصواب في أولي الأمر، هم العلماء بالله وبشرعه، وهم أمراء المسلمين على أن ينفذوا أمر الله، وعلى الرعية أن تسمع لعلمائها في الحق وأن تسمع لأمرائها في المعروف. أما إذا أمروا بمعصية سواء كان الآمر أميرا أو عالما فإنهم لا يطاعون في ذلك. إذا قال لك أمير اشرب الخمر فلا تشرب، أو إذا قال لك كل الربا فلا تأكله، وهكذا مع العالم إذا أمرك بمعصية الله فلا تطيعه. والتقي لا يأمر بذلك، لكن قد يأمر بذلك العالم الفاسق. والمقصود أنه إذا أمرك العالم أو الأمير بشيء من معاصي الله فلا تطيعه في معاصي الله، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لكن لا يجوز الخروج على الأئمة وإن عصوا، بل يجب السمع والطاعة في المعروف مع المناصحة. يبقى هنا
مش القضية انه البعض يقول لا يجوز الخروج ولو بالكلمة، الكلمة التي هي تهييج على الخروج. واما المناصحة ايضا بضوابطها، مدى تحققت المصلحة واندفعت المفسدة. يقول اذا لم يكن الامر، ان كان الامر فسقا لا كفرا فيناصح ولا يخرج. قال ولا تنزعن يدا من طاعه، لقوله صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعه في المنشط والمكره وفيما احب وكره، ما لم يؤمر بمعصيه الله فان امر بمعصيه الله فلا سمع ولا طاعه. الى ان يقول ولا يجوز الخروج على ولاه الامور وشق العصا الا اذا ولد منهم كفر بواح عند الخارجين عليه من الله برهان، ويستطيعون بخروجهم ان ينفعوا المسلمين وان يزيلوا الظلمه وان يقيموا دوله صالحه. اما اذا كانوا لا يستطيعون فليس لهم الخروج ولو راوا كفرا بواحا، لان خروجهم يضر الناس ويفسد الامه ويوجب الفتنه والقتل بغير الحق. ولكن اذا كانت عندهم القدره والقوه على ان يزيلوا هذا الوالي الكافر فليزيلوه وليضعوا مكانه واليا صالحا ينفذ امر الله، فعليهم ذلك اذا وجدوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان وعندهم قدره على نصر الحق وايجاد البديل الصالح وتنفيذ الحق. يبقى ده ابتداء يعني الشيخ تقريبا اجاب على السؤال واستطرد في سؤال اخر وهي ضوابط الخروج على الحاكم الكافر. وكل هذا يعني يبين ان الامر ليس كما ادعى البعض ان يجب السمع والطاعه حتى للكافر. قال نعم علماء السنه بيقولوا يجوز الخروج بشروط والشروط دي لا تتحقق ابدا. ما ولماذا اذا يقولها علماء السنه ان كانت لا تتحقق ابدا وقد تحققت كما بين. السؤال الثاني يقول هل عدهم، يعني الكلام عن هل يعتبر براءة للذمة أي ذمتهم؟ قال نعم، يتكلمون بالحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكفي ذلك. والمعروف هو ما ليس بمعصية، فيدخل فيه المستحب والواجب والمباح كله معروف، مثل الأمر بعدم مخالفة الإشارة في الطريق، إشارة المرور يعني. فعند إشارة الوقوف يجب الوقوف لأن هذا ينفع المسلمين وهو في الإصلاح وهكذا وما أشبه. وده الكلام اللي ذكرناه أن المسلم حتى لو في سلطان الكافرين يبقى أنه لا يعني يفعل ما فيه مصلحة، لكن الطاعة التي يتدين بها لا، ليست هذه الطاعة التي يتدين بها، انما يتدين بطاعه الامير الامام المسلم الذي يجب عليه ان يطيعه. ثم يسال ما حكم سن القوانين الوضعيه وهل يجوز العمل بها وهل يكفر الحاكم بسن هذه القوانين؟ هذا السؤال يعني خارج عن موضوع البحث. ثم يقول كيف نتعامل مع هذا الوالي اي الذي يسن القوانين الوضعيه؟ كان ذكر انه هذه معصية وإذا استحلها كفر. ده وقت إجابة السؤال الثالث. السؤال الرابع كيف نتعامل مع هذا الوالي؟ قال نطيعه في المعروف وليس في معصية، في المعصية حتى يأتي الله بالبديل. السؤال الخامس هو وسيط الصلة بموضوعنا. السؤال الأول تمهيد تقريبا وله تعلق كبير بالموضوع. هنا ده سؤال مباشر، ما ذكرنا أثناء عرضنا للاصول والمقدمات ان في كلام للعلماء في جماعات باسمائها عشان ما حدش يقول بيتكلموا على واقع غير الواقع، ومع ذكرهم لعيوب ومثالب هذه الجماعات لم يعيبوا عليهم الاجتماع وانما عابوا عليهم الايه؟ الباطل الذي عندهم، ولم يعيبوا عليهم لا اصل الاجتماع ولا الاجتماع على الحق وانما عابوا الاجتماع على الباطل. السؤال بيقول تعلم يا سماحة الشيخ ما حل في الساحة من فتن، فأصبح هناك جماعات مثل جماعة التبليغ وجماعة الإخوان والسلفية وغيرهم من الجماعات، وكل جماعة تقول إنها هي التي على صواب اتباع السنة. من هم الذين على صواب من هذه الجماعات ومن نتبع منهم؟ ونرجو منك أن تسميهم بأسمائهم. البعض يقول لك لا تسمي حتى في النقد. هذا مسلك يعني ان
رآه هو لنفسه فليس له أن يلزم به الآخرين. الأسماء تحل إشكال كثير، وما وضعت الأسماء إلا لتدل على مسمياتها، وأما أن تحيد عن الاسم إلى صفات ربما فهمت على وجهها وربما فهمت على غير وجهها. إن كان المقصود أن تذكر أحدا تحذيرا أو حتى ترغيبا فليكن باسمه الذي يعرف به، وأما إن كان لا يعود السلوك غير منتشر، لأن الذي يفعل المعصية أو البدعة غير مشهور بها وتريد أن تحذر منها فقط تقول ما بال الأقوام يقولون كذا وكذا. أما أن تقول ما بال الأقوام الذين يسكنون في المكان الفلاني ويفعلون الفعل الفلاني وكذا وكذا، ولا يبقى إلا أن تذكر الاسم فتقول لم أسمي من فعل، يعني إعياء بلا فائدة. هذا مسلك يراه البعض، هو المسلك الحسن في النقد، أن يصف الناس بأوصاف تعينهم تماما. ماذا نعين؟ فلتذكر الاسم الذي ارتضاه كل إنسان لنفسه، أو يعني تكون النصيحة أبلغ وأوضح وكذا. أما إن كان فعلا الأمر ينمي إلى علمي الواعظ أو الداعية منكر معين أو خطأ معين، فأقول ما بال أقام يقولون كذا وكذا ويفعلون كذا وكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أما في وجود مناهج وأفكار وكيانات فالتسمية قد تكون هي الأفضل من أن نقول ما بال أقام يقولون كذا وكذا. وأما ما بال الأقوام الذين وصفهم كذا وكذا وكذا فهذه طريقة لا تصلح في حال من الأحوال، يعني هذا أسوأ اختيار. أنت في أحوال يبقى الاختيار الأطلب أن تذكر الاسم، وأحيانا الاختيار الأطلب أن تنقض الفعل فقط. وأما اختيار أن تقول الأقوام الذين وصفهم كذا ووصفهم كذا، هذه طريقة غير مرضية عند أحد، لا من أهل العلم ولا من غيرهم، وليس فيها إلا إغراق القلوب. الحاصل يقول الجماعة إجابة على السؤال الذي فيها من جماعات بأسمائها، قال الجماعة التي يجب اتباعها والسير على منهاجها هم أهل الصراط المستقيم، هم أتباع النبي وهم أتباع الكتاب والسنة الذين يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله قولا وعملا. وأما الجماعات الأخرى فلا تتبع منها أحدا إلا فيما وافقت به الحق. يعني الشيخ هنا قط من الجماعات إلى جماعة ملتزمة بمنهج السلف وجماعات غير ملتزمة بمنهج السلف. قال أما الذي يجب اتباعها والسير على منهاجها الملتزمين بمنهج السلف، والآخرين لم يقبلهم تماما، يقول لا يتبعون إلا فيما وافقوا فيه الحق. قال سواء كانت جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو أنصار السنة أو من يقولون إنهم سلفيون أو الجماعة الإسلامية أو من تسمي نفسها بجماعة أهل الحديث وأي فرقة تسمي نفسها بأي شيء، فإنهم يطاعون ويتبعون في الحق، والحق ما قام عليه الدليل، وما خالف الدليل يرد عليهم ويقال قد أخطأتم في هذا، فالواجب موافقتهم فيما يوافق الآية الكريمة أو الحديث الشريف أو إجماع سلف الأمة. وأما ما خالفوا فيه الحق فإنه يرد عليهم فيه، فيقول لهم أهل العلم قولكم كذا وفعلكم كذا خلاف الحق. هذا يقوله لهم أهل العلم، فهم الذين يبصرون الجماعات الإسلامية. فأهل العلم العالمون بالكتاب والسنة الذين تفقهوا في الدين من طريق الكتاب والسنة هم الذين يعرفون تفاصيل هذه الجماعات، وهذه الجماعات عندها حق وباطل، فهي ليست معصومة وكل واحد غير معصوم، ولكن الحق ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع سلف الأمة، سواء من هذه الجماعات أو من الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الظاهرية أو الحنفية أو غيرهم. يعني كأنه كما إن المذاهب الفقهية التي قبلت الأمة بوجودها ثم قالوا نأخذ ما وافق الدليل، لكن قبلت الأمة بوجودها كمدارس
علمية يعني يخرج منها جيل بعد جيل يدرسون علم هذا الإمام أو علم هذه المدرسة. الشيخ ابن باز رحمه الله يجعل هذه من جنس تلك، وإن كان المذاهب الفقهية أرقى من أمر الجماعات بلا شك، ولكن في قدر كبير من الاشتراك جعله يجعل هذه من جنس تلك. يقول: فما قام عليه الدليل فهو الحق، وما خالف الدليل من كتاب أو سنة أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع قطعي يكون قضاء. وأما الذين يدعون إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لا يتبعون ولا يقلدون، وإنما يطاع ويتبع من دعا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأصاب الحق. فإذا أخطأ فإنه يقال له أحسنت إذا أحسنت وأخطأت إذا أخطأ، ويتبع في الصواب ويدعى له بالتوفيق. وإذا أخطأ يقال له أخطأت في كذا وخالفت الدليل الفلاني، والواجب عليك التوبة إلى الله والرجوع إلى الحق. هذا يقوله أهل العلم وأهل البصيرة، أما العامي فليس من أهل العلم، وإنما العلماء هم العلماء بالكتاب والسنة المعروفون الذين يتبعون الكتاب والسنة. فعلى العامي أن يسأل هؤلاء الذين عرفوا الكتاب والسنة عما أشكل عليه، مثل أن يسألهم: ما تقولون في دعوة فلان الذي يقول كذا ويقول كذا، حتى يعرف الحق، كما قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أهل البدعة فليس من أهل الذكر، والدعاء إلى البدعة ليس من أهل الذكر أيضا، والله ولي التوفيق، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أحد الحوارات اللي كانت مع الشيخ ابن باز، كما ذكرنا فيها تنظير لأصل المسألة، وفيها فتوى تفصيلية عن أحوال الجماعات الإسلامية المعروفة باسمها. أيضا هناك حوار آخر مع الشيخ ابن باز تقريبا كان موضوعه نفس الموضوع، إلا أنه يعني كان الإجابة فيها فوائد أخرى. هذا أيضا من حوار لقاء مجلد الإصلاح مع الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو منشور في مجموع فتواه في الجزء الثامن صفحة 139 وما بعد. كان في عدة أسئلة، لكن الذي يعنينا من هذا الحوار السؤال الضامن اللي هو كان اعتبارا من صفحة 145. يقول: ما حكم السائل يقول ما حكم التعاون والتآزر والتعاضد في أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن البعض يقول إنه من البدع المحدثة؟ يقول: التعاون مطلوب في الدعوة إلى الله وفي كل خير، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والله سبحانه يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا ذهب جماعة للدعوة إلى الله تعالى فعليهم أن يتعاونوا في أي بلد أو في أي مكان على البر والتقوى، هذا من أحسن الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 من القراء إلى بعض القبائل للدعوة إلى الله والتعليم، وكان عليه الصلاة والسلام يبعث الدعاء إلى الله أفرادا وجماعات إلى القبائل لتعليمهم وتفقيههم في الدين. وبعث مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة قبل الهجرة لتعليم من أسلم من الأنصار وتفقيههم في الدين. المقصود أن التعاون على الدعوة وإرشاد الناس من اثنين أو ثلاثة أو أكثر ليتعاونوا ويشجع بعضهم بعضا وليتذاكروا فيما يجب من العلم والعمل ويتبصروا، هذا فيه خير كثير. لكن عليهم أن يتحرروا الحق بأدلة ويحذروا الأساليب المنفرة عن الحق، وعليهم أن يتحرروا الأساليب المفيدة النافعة التي توضح الحق وتبينه وتراقب فيه.
وتحذر من الضر. فهذا التعاون أمر مطلوب بشرط الإخلاص لله تعالى وعدم قصد الرياء والسمعة وأن يكونوا على علم وبصر. يبقى هذا جزء من الإجابة رد على من يقول ببدعية العمل الجماعي. نعلم أن البعض سيقول لم نقل ببدعية، هناك من يقول بالبدعية، وهذا السؤال دليل أن هذا القول ليس موجود في مكانته، يعني أنه موجود في بلاد أخرى، وهذه المجلة تسأل الشيخ هذا السؤال. اللي يقول نحن نقول بجواز الطيور يخرج منها كل هذه الجماعات الإخوان والتبليغ وغيرهم، لا لفساد المنهج بل لأصل أنهم جماعة تنظيمية كما يقول البعض، في هذه فترة هذا جزء احنا كما ذكرنا بنبين ما نرى بأدلته، والمخالفين أنواع ليسوا على درجة واحدة، يوجد من يرى أن الأمر بدعة وهذه إجابة عليه، أما من يرى أنه سنة ولكن يضيف قيود أخرى فقد أجبنا عليه بموقف آخر، وأيضا بعض مواطن من كلام الشيخ ترد عليه. في الواقع هنا في فائدة عظيمة في ذلك، ونحن سنعود إليها تفصيليا إن شاء الله، ولكن هي مدام بنذكر موقف الشيخ ابن باز فلنذكرها لا سيما أنها في قلب هذا الحوار الذي نتكلم عليه، ونعود إليها إن شاء الله نعطيها مزيد تفصيل. الكلام على حديث حذيفة الذي كثر الاستدلال به على التنفير من الجماعات الإسلامية، يعني بيقول أنت لو نظرت من صاحب البدعة على أنه عنده بدعة دي مسألة، وإن الـ الـ أو كما قال الشيخ ابن باز من أصاب تقول له أحسن تقول له أحسنت هنا، وإذا أخطأ تقول أخطأت هنا، أما أن يقال أن هذه الفرق النارية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، طب وأين العلمانيين والاشتراكيين والبعثيين؟ كل هؤلاء عندهم ليسوا هم الفرق النارية التي تعتبر. هذا هو السؤال. السؤال يقول المجلة تقول في الساعة من يقول إن الفرق التي ورد الأمر باعتزالها في حديث حذيفة هي الجماعات الإسلامية كالسلفيين والإخوان والتبليغيين، فما قول سماحتكم في ذلك؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة لما قال يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال حذيفة فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دقن. قلت وما دقنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. فقال حذيفة يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يعني من العرب. قلت يا رسول الله فما تأمرنا عند ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري. ما زال الكلام الشيخ ابن باز يقول هذا الحديث العظيم يبين لنا أن الواجب على المسلم لزوم جماعة المسلمين والتعاون معهم في أي مكان، سواء كان جماعة وجدت في الجزيرة العربية أو في مصر أو في الشام أو في العراق أو في أمريكا أو في أوروبا أو في أي مكان. فمتى وجد المسلم جماعة تدعو إلى الحق ساعدهم وصار معهم وأعانهم وشجعهم وثبتهم على الحق والبصيرة. فإذا لم يجد جماعة بالكلية، ده معنى الحديث إذا لم يجد جماعة، لأن الحديث يقول فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. العجيب الناس دي يعتزل أهل الخير ويبقى في هذا المجتمع، لو كان هذا تأويل الحديث في هذا زمن فلماذا تعتزل أهل الحق فقط؟ لماذا لا تعض على أصل شجرة؟ لماذا لا تذهب إلى استغاثة الجبال؟ هذا سؤال لا يجيب عليه أحد. الشيخ ابن باز يقول فإذا لم يجد جماعة بالكلية
فإنه يلزم الحق وهو الجماعة ولو كان واحدا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فعلى المسلم أن يطلب الحق، فإذا وجد مركزا إسلاميا يدعو إلى الحق، أو جماعة في أي مكان يدعون إلى الحق، أو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى العقيدة الطيبة في أوروبا أو في إفريقيا أو في أي مكان، فليكن معهم يطلب الحق ويلتمس الحق ويصبر عليه ويكون مع أهله. هذا هو الواجب على المسلم. فإذا لم يجد من يدعو إلى الحق، لا دولة ولا جماعة، لزم الحق وحده واستقام عليه. فهو الجماعة حينئذ، الحديث بيقول هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامها. حذيفة رضي الله عنه قال: أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ بقي حالة غير مذكورة في الحديث، أن يكون لهم جماعة بلا إمام. أقصى ما نقول إن الحديث سكت عنها فنبحث عنها في الأدلة الأخرى، وإلا فالحديث أشار إليها، لأن الأمر بالاعتزال على خلاف الأمر، والأصل هو الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهر بكلمة الحق. فإذا جاء الاعتزال مقيدا بأنه إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام، بقيت حالة وجود جماعة بلا إمام حالة يجب فيها أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وهذا صادق من كلام الشيخ الإمام رحمه الله تعالى. وهذا يعني في الواقع ثمة إشكال آخر عند بعض الناس، أن يقول تعريف الإمام عنده المتطلب وإن كان كافرا. طب إذا فينا الكلام على حديث حذيفة أصلا، ما دام أن الجماعة أن الإمام عندك المتطلب وإن كان كافرا، يبقى فينا القول بيعتذر تلك الفرق كلها والإمام على قولك موجود، والحديث بيتكلم على إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يبقى الحديث مقيد بهذه الحالة. هنا الشيخ الباب يقول: فإذا لم يجد من يدعو إلى الحق لا دولة ولا جماعة لزم الحق وحده واستقام عليه، فهو الجماعة حينئذ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن ميمون. وفي زماننا هذا والحمد لله في الواقع لمجموع الفتاوى الشيخ ابن باز مليء بالاخطاء المطبعيه، ولا ادري البعض اللي يعتبر ان الاخطاء المطبعيه يعني تهدم الكلام من اساسه ماذا سيقول في الان. واحنا اثناء القراءه نصحح هذه الاخطاء دون اشاره، فنرجو ألا يعتبر هذا خيانة علمية وتدليسا وتلبيسا على في حس البعض، إن فالمقصود من إذا كان الخطأ المطبعي ظاهر أنه خطأ نصلحه. يقول: في زماننا هذا والحمد لله توجد الجماعات الكثيرة الداعية إلى الحق، كما في الجزيرة العربية الحكومة السعودية، وفي اليمن والخليج وفي مصر والشام وفي إفريقيا وأوروبا وأمريكا وفي الهند وباكستان وغير ذلك من أنحاء العالم، توجد جماعات كثيرة ومراكز إسلامية وجمعيات إسلامية تدعو إلى الحق وتبشر به وتحذر من خلافه. فعلى المسلم الطالب للحق في أي مكان أن يبحث عن هذه الجماعات، فإذا وجد جماعة أو مركزا أو جمعية تدعو إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تابعها ولازمها، كأنصار السنة في مصر والسودان وجمعية أهل الحديث في باكستان والهند وغيرهم ممن يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخلص العبادة لله وحده ولا يدعو معه سواه من أصحاب القبور ولا غيرهم. أيضا السؤال ما زال نفس الحوار الدائم يقول: إذا يا شيخنا الكريم الذي يقول بأن هذه الجماعات الإسلامية من الفرق التي تدعو إلى جهنم والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالها، فهمه على كلامكم غير صحيح. يقول الشيخ: الذي يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس من الفرق الضالة،
بل هو من الفرق النازية المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي لفظ وهي الجماعة. والمعنى أن الفرقة النازية هي الجماعة المستقيمة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه من توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه والاستقامة على ذلك قولا وعملا وعقيدة. هم أهل الحق وهم دعاة الهدى ولو تفرقوا في البلاد يكون منهم في الجزيرة العربية ويكون منهم في الشام وفي أمريكا ومصر ويكون منهم في دول إفريقيا وآسيا. فهم جماعات كثيرة يعرفون بعقيدتهم وأعمالهم. فإذا كانوا على طريقة التوحيد والإيمان بالله ورسوله والاستقامة على دين الله الذي جاء به الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهم أهل السنة والجماعة وإن كانوا في جهات كثيرة ولكن في آخر الزمان يقلون جدا. فالحاصل أن الضابط هو استقامتهم على الحق. فإذا وجد إنسان أو جماعة تدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدعو إلى توحيد الله واتباع شريعته فهؤلاء هم الجماعة وهم من الفرقة النازية. وأما من دعا إلى غير كتاب الله أو إلى غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الجماعة بل من الفرق الضالة الهالكة. وإنما الفرقة النازية دعاة الكتاب والسنة وإن كانت منهم جماعة هنا وجماعة هناك ما دام الهدف والعقيدة واحدة فلا يضر كون هذه تسمى أنصار السنة وهذه تسمى الإخوان المسلمين وهذه تسمى كذا. المهم عقيدتهم وعملهم. فإذا استقاموا على الحق وعلى توحيد الله والإخلاص له واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة فالأسماء لا تضرهم ولكن عليهم أن يتقوا الله وأن يصدقوا في ذلك. وإذا تسمى بعض بأنصار السنة وبعض بالسلفيين أو بالإخوان المسلمين أو بعضهم بجماعة كذا لا يضر إذا جاء الصدق واستقاموا على الحق باتباع كتاب الله والسنة وتحكيمهما والاستقامة عليهما عقيدة وقولا وعملا. وإذا أخطأت الجماعة في شيء فالواجب على أهل العلم تنبيهها وإرشادها إلى الحق إذا اتضح دليله. والمقصود أنه لا بد أن نتعاون على البر والتقوى وأن نعالج مشاكلنا بالعلم والحكمة والأسلوب الحسن. فمن أخطأ في شيء من هذه الجماعات أو غيرهم مما يتعلق بالعقيدة أو بما أوجب الله أو حرم الله نبهه بالأدلة الشرعية بالرشد والحكمة والأسلوب الحسن حتى يضعوا إلى الحق وحتى يقبلوه وحتى لا ينفروا منه. هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتناصحوا فيما بينهم وأن لا يتخاذلوا فيصنع فيهم العدل. في الواقع هناك تنظير للعلامة ابن باز في هذه المسألة أقوى من ذلك وإنما ذكرنا هذه الحوارات لكونها مباشرة وأسئلة مباشرة عن الواقع. وإلا فللشيخ ابن باز رحمه الله رسالة بعنوان الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب وهي منشورة في مجموع فتاوى رحمه الله الجزء الثالث صفحة 166 وما بعدها. في الواقع لأن الرسالة طويلة هي رسالة مستقلة نذكر قصتها ثم نذكر موضع الشاهد منها. كان في الديار السعودية مجموعة يسمون الإخوان غير الإخوان المسلمين إخوان المتطوعين كانوا يتطوعون بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإضافة إلى الجهات الرسمية والهيئات الرسمية المعدة لهذا الأمر. فهناك كاتب صحفي كتب مقالا في نقض هؤلاء بأنهم يتشددون في غير موضع الشدة وأنهم بذلك ينفرون الناس وذكر أنهم يعادون المخترعات الحديثة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك.
ثم وهذا هو موضع الشاهد قال في جملة نقضه لهم وهذا قول هذا الكاتب قالوا أنا لا أنكر على كل مؤمن أن يرشد إلى الخير ويوجه إلى الرشد ويستنكر الشر ويلفت النظر إليه بأخلاق القرآن والسنة وهي اللطف واللين والروية. أما إذا اتسمت أقواله أو أفعاله بالقطوة والشدة فإن ذلك ليس من حقه، لأنه غير، انظر تعليل هذا الكاتب، يقول لأنه غير مأذون ولا مكلف من جهة أسند إليها هذا الأمر، وغاية في الأمر أن يستنكر ما يراه منكرا بقلبه وهو أضعف الإيمان لغير المسؤول. وقد يكون هذا الأمر مستساغا ومقبولا في جماعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت لهذا الواجب، ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة. يبقى هذا الرجل ليس كأحوال أهل زماننا، يعني فيه قدر من الخير، الأول لا يعني لم يقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا، ولكن يقول إنه كأن التطوع قاصر على حالة غياب الإيمان أو تقصيره. يعني إن هذا الرجل كأنه كلامه الذي استنكره على الشيخ ابن باز هو غاية ما ننافع عنه، اتركوا من يعمل في حال غياب الإيمان وتقصيره، مش عايزين تتحرزون أن تقولوا غائب، قولوا مقصر ليس غائبا، ولا هذه كمان هناك منها حرج، لا 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 يوجد تقصير، والمعروف معروفا والمنكر منكرا والدنيا والسنة منتشرة والبدعة منقمعة. أحسن أن يخرج من يقول ذلك، لأن البعض ينقل أحيانا نقل مضطري من كلام قيل في واقع آخر، قد بعض العلماء قد يقول هذا في واقع غير واقع. الحاصل ان هذا الرجل بيقول لو كان الامام غائبا او مقصرا، ده معنى كلامه، لجاز لهؤلاء المتطوعة ان يفعلوا ما فعلوا، واما والسلطات الحكومية تقوم بواجبها فليس عليهم الا الانكار بالقلب. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هذه الرسالة تحت عنوان مغالطات الكذب، واما قوله وانا لا انكر على كل مؤمن الى اخر القول الذي قرأناه، يقول فهذا الكلام فيه حق وباطل وايهام، واليك ايها القارئ بيان ذلك بالتفصيل. اما قوله انه لا ينكر على كل مؤمن ان يرشد الى الخير ويوجه الى الرشد الى اخره فهذا حق، والواجب على كل من لديه بصيرة ان يقوم بذلك، وهو سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذه الآية الكريمة ترشد إلى أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الكمال هم أهل البصيرة والدعوة إلى الحق، وقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه الآية العظيمة إن كان الخطاب فيها موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به جميع الأمة، وقد أوضح الله فيها سبيل الدعوة ومراتبها، فالواجب على الدعاء أن يسيروا في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى على ضوئها وعلى الطريقة التي رسمها الله فيها، سواء كان المدعو كافرا أو مسلما إلا من ظلم وعاند. فقد تقدم في الأدلة السابقة ما يدل على شرعية الغلظة عليه ومعاملته بما يستحق في حدود الشريعة الكاملة. هذا كان في أول الرسالة، كان الشيخ ابن باز يذب عن عرض هؤلاء أنهم لو استخدموا الشدة في موضعها فلهم ذلك. اختصرنا هذا الجزء وتركناه اختصار. يقول وأما قول الكاتب، أما إذا اتسمت أقواله وأفعاله بالقسوة والشدة فإن ذلك ليس من حقه، لأنه غير مأذون ولا مكلف من جهة أسند إليها هذا الأمر، وغاية ما في الأمر أن يستنكر ما يراه منكرا بقلبه وهو أضعف الإيمان لغير المسؤول. يقول فهذا فيه إجمال وخطأ ظاهر يتضح مما تقدم، وذلك لأن المطلوب من جميع الدعاة سواء كانوا مسؤولين من جهة الحكومة
أو متطوعين أن يكونوا في دعوتهم على المنهج الشرعي، وألا تتسم أقوالهم وأفعالهم بالقسوة أو الشدة إلا عند الضرورة إليها كما سبق. يقول هؤلاء غير مضطرين للشدة، لأن هناك مكلفين يستخدمون الشدة في دينهم. يعني أنا قلت هم سواء، مع أن الشدة دي إحنا بنرجع تاني نقول دايما عندنا الضابط العام في المسألة تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، وبالتالي بعض صور الشدة تترك إلى المعين من قبل الإمام إن كان الإمام يعين من يأمر بالمعروف وينهى إيه؟ عن المنكر، وإن لم يكن أيضا قد تترك بالكلية عند العجز، وإذا تصور أنها تأتي بشدة. فهو أنا يرى الشيخ ابن باز يقول الأمر سواء، استخدام الشدة في موضعها ومن إيه؟ في موضعه. يقول وقوله وغاية الأمر إلى آخره هذا خطأ واضح، إن هو غاية الأمر إن هم ينكروا بقلوبهم، لأن هناك أي جهات معينة من قبل الحكومة. يقول والصواب أن مراتب الإنكار الثلاث مشروعة للمسؤول وغيره، وإنما يختلفان في القدرة، فالمسؤول من جهة الحكومة أقدر من غيره. ده تقريبا عين كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال والإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان في حق العاجز عن الإنكار باليد واللسان، سواء كان مسؤولا أو متطوعا، وهو طريح الحديث الشريف ومقتضى القواعد الشرعية. أما قول الكاتب قد يكون هذا الأمر مستتارا ومقبولا في جماعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت لهذا الواجب، ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة. يقول ففيه نظر ظاهر أيضا، وهذا الأسلوب الذي أطلقه الكاتب ليس أسلوبا علميا ولا منسجما مع الأدلة الشرعية، لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعليم الناس ما يجهلونه من شرع الله لا ينبغي أن يعبر عنها بمثل هذا الأسلوب، بل ينبغي أن يعبر عنها بأسلوب الحث والترغيب، ولا سيما في الأمم والجماعات المحتاجة إلى ذلك، فإن دعوتهم وإرشادهم إلى ما يجب عليهم من شرع الله من الأمور المتعينة على ولاة الأمر وعلى أهل العلم حسب القدرة، فكيف يعبر عن مثل هذا الأمر العظيم بقول الكاتب قد يكون هذا الأمر مستفاغا ومقبولا إلى آخره. وأما قوله ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة، فهذا خطأ ظاهر أيضا، لأن الأجهزة والسلطات الحكومية إن كانت قد قامت بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمشاركة غيرها لها في ذلك من المتطوعين حسنة جدا ومطلوبة شرعا، ولأنها من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب المشاركة في جهاد شرعي وتوجيه صالح. وقصر ما هنالك أن الأجهزة والسلطات الحكومية قد أدت فرض الكفاية، وصار القيام من غيرهم بمشاركتهم من باب السنن والتطوع، وذلك من أفضل العبادات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا المرتبة اللي احنا غالبا بتضيع منا في زحمة الكلام، احنا بنركز على أن الفروض الكفائية مضيعة، احنا بنتكلم على أن الإمام غائب أو مقصر، وقلنا حتى يعني إذا كان غائب دي تزعجهم فيكفي أن هو مقصر، مع أن قد بينا ما معنى كونه غائب. طيب في درجة أخرى والشيخ ابن باز بينافع عنها هنا، إن الإمام موجود وقائم بالأمر، وهذا الكاتب يقول للمتطوعين اجلسوا اصمتوا يرحمكم الله كما يقول القائل، لم يكلفكم الله بشيء من ذلك. ده القائل اللي بيقول كده، وابن باز يقول لا يصمتون ولا يجلسون ولا يجوز أن يتكلم معهم بهذا الأسلوب، بل يرغبون في أن يقوموا، لأنه إذا افترضنا أن هذا الإمام قد قام بكل ما هو واجب فقد أسقط فرض الكفاية، وبقي الاستحباب وهو أمر مطلوب جدا. هذا يعني كما ذكرنا هذا الجزء فعلا هو ده التنظير الدقيق للمسألة كما ذكرنا. يقول الشيخ رحمه الله وأما إن كانت الأجهزة والسلطات الحكومية
لم تقم بالواجب على الوجه الأكمل. انظر إلى لم تقم بالواجب، لم تقم به أصلا أو قامت بضده، لم تقم بالواجب على الوجه الأكمل، فإن مشاركة غيرهم لهم في ذلك متعينة، لأن فرض الكفاية لم يسقط بهم، أي لم يسقط بالسلطات الحكومية. وقد تقرر في الأدلة الشرعية أن الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الفرض عن الباقين، وصارت المشاركة فيها في حق الباقين سنة، وإن لم يقم بها من يكفي آثم الجميع. ثم يعني كلام في تأكيد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يشمل يعني هذا كله. ثم يعيد الشيخ على الكاتب ادعاء أن العلماء الأفاضل قد استنكروا هذا التجوز من هؤلاء الإخوان المتطوعة، وذكر الشيخ أن هذا النقل يعني غير مستقيم، وحتى إن كان حاصلا فمن غير المناسب أن يعلنه، لأن في ذلك توهين لهؤلاء القائمين في أمر الله بأمر الله عز وجل. يقول إلى أن يقول الشيخ رحمه الله: وإنما يهمنا هنا أمران، أحدهما تخوف الكاتب من أن يكون هؤلاء الإخوان كما ذكرنا إلى الإخوان المتطوعة، هؤلاء لا علاقة لهم البتة بجماعة الإخوان، تقدم كلام الشيخ في جماعة الإخوان، ويأتي بعض كلام آخر، لكن هنا بنؤكد كلما مر في هذه الكلمة. يقول والجواب يقول وإنما يهم هنا تخوف الكاتب، إنما يهمنا هنا أمران، أحدهما تخوف الكاتب من أن يكون هؤلاء الإخوان قاموا بما قاموا به عن تأثير جماعة سرية إجرامية تخريبية. ما أشبه الليلة بالبارحة، لا تدري هل يعني نفس العبارات تتردد من هنا ومن هناك. قال الجواب عن هذا: قد يقع من الخطأ بالطرق الشرعية
التي تبني ولا تهدم، وتشجع الحق ولا تخذله، وتنصر الحق وتدمغ الباطل، لا أن يظن بهم السوء ويشجع على إماتة دعوتهم وتشويه سمعتهم وتشجيع أهل الباطل ضدهم وتحريض ولاة الأمر على إيقاف حركتهم. هذا يعني الشيخ يصف حال هذا الكاتب الذي خذل هؤلاء المتطوعة حال وجود من يقوم بالأمر، وكان دليله أن هناك من يقوم به وأنه إذا لا حاجة إلى متطوعة. فيصف الشيخ حاله من أنه يخذلهم وينصر الباطل ويشجع أهل الباطل ضدهم ويحرض ولاة الأمر عليهم، والواجب عليه أن يعني يعمل بحسن الظن ولا يفعل هذا، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. في الواقع ده أيضا من المواطن التي أصل فيها الشيخ ابن باز رحمه الله للمسألة تنظيرا دقيقا واسعا، يعني يبقى ذكر بعض مواطن متفرقة فيها فوائد، وإن كان مر معظمها في ثنايا النقول الأولى. منها المراجعة التي تمت بين الشيخ ابن باز رحمه الله وبين الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ومعلوم انه يعني الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق من الدعاء بنا يدعون الى منهج اهل السنة في الكويت، وله اجتهادات قد يختلف البعض معه فيها وقد يتفق، منها رؤيته بجواز دخول الانتخابات، وان كان هذه انما قال بها عملا بفتوى ابن باز وابن عثيمين رحمه الله تعالى. وعموما الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بيتهم في الجمله بانه لديه ميل الى الاقتباس المفتوح او المنفتح بدرجه اعلى من اتجاهات الاخوان او غيرهم. فكان البعض رفع الى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بعض المؤاخذات على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكعاد الشيخ ابن باز في ادب الجمع، رغم انه يعني الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعتبر الشيخ ابن باز من اجل شيوخه، راسله ارسل له ببعض هذه المآخذ ويقول له ان رفع الينا بعض مآخذ عليكم منها كذا وكذا. كان منها اللي يعنينا هنا، ذكرنا من الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق له كتاب في مشروعية العمل الجماعي، وله كتاب في موقف ابن تيمية من العمل الجماعي، وله كتاب بعنوان أصول العمل الجماعي. يقول الشيخ ابن باز في رسالات الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق التي أخذ عليه فيها بعض المآخذ، هذه موجودة في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز الجزء الثامن صفحة 197. يقول: قلتم في كتابكم أصول العمل الجماعي، لكن الانتقاد جزئية في كتاب، يعني إقرار بإيه؟ بذات الكتاب. ذكرنا أن الشيخ ابن باز له تقرير على كتاب، ولكن ليس الشيخ عبد الرحمن خاصة، إنما لجمعية إحياء التراث الإسلامي كانت أخذت نبذة من كلام عبد الرحمن عبد الخالق في مشروعية العمل الجماعي. لكن هنا يقول: قلتم في كتابكم أصول العمل الجماعي ما مفهوم. إن بعض بل إن هذا الجزء اللي الشيخ ابن باز بينفي عن علماء الدعوة الوهابية أنهم يعارضون العمل الجماعي. يقول: قلتم في كتابكم أصول العمل الجماعي ما نصه إن بعض المنتسبين إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله زعموا أن كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي، كما زعموا أن النظام ليس من دين الله وأن التحزب ليس من الإسلام، كما زعمت أن بعض هؤلاء التلاميذ المنتسبين للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أعطوا للحكام المعاصرين
حقوقا لم تعطى للصديق ولا للفاروق، ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم ولا دونها حسب علمكم، ولا دونها حسب علمكم عالم موثوق في شيء من كتب العلم، وهو أنه لا يجوز أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإذن الإمام، ولا يجوز رد عدوان على ديار الإسلام إلا بإذن السلطان. وهؤلاء أعطوا الحاكم صفات الرب سبحانه وتعالى، فالحق ما شرعه والباطل ما حرمه، وما سكت عنه فيجب السكوت عنه. وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهمال والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين. واضح الشيخ عبد الرحمن بن خالد لا يصف حال بعض علماء الدعوة الوهابية ويصف آخرين، ولكن هذه الأقوال موجودة، الذين يقولون بها ينسبونه إلى علماء الدعوة الوهابية. وكان خطأ الشيخ عبد الرحمن أنه نتباهى هذا الكلام إلى علماء الدعوة. ويقول الشيخ ابن باز ينظر أصول العمل الجماعي صف 10 وصف 11 انتهى ما ذكرتم. ده الشيخ ابن باز ينقل كلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. يقول جوابا على هذا: ولا نعلم أن أحدا من أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال هذه المقالة التي ذكرتم، فأرجو بيان الكتاب الذي نقلتم منه ذلك، أو الشخص الذي بلغكم ذلك، وإلا فالواجب بيانكم خطأكم فيما نقلتم، وأن ذلك شيء لا أصل له، وأنه قد اتضح لكم عدم صحة هذه المقالات عن أحد من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مع التثبت مستقبلا في كل ما تنقلون، وأن يكون الهدف بيان الحق والباطل مع عدم الحاجة إلى بيان ذلك الشخص المنقول عنه إلا عند الضرورة التي تقتضي بيانه. وفعلا فعل الشيخ عبد الرحمن واعتذر عن هذا النقل أو عن عزو هذا الكلام إلى علماء الدعوة. وإذا هذا الكلام مما يوجب التبرك، يعني الشيخ ابن باز دفاعا عن عرض الإمام محمد بن عبد الوهاب وتلامذته برأهم من أن يكون فيهم من يقول هذا الكلام، إن هذا الكلام تبا على قائله، فليتدبر من يقول هذا الكلام تبا. تبرأ منها الشيخ ابن باز رحمه الله، وبرأ منها علماء الدعوة الوهابية، وبالفعل قام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بالاعتذار عن نسبة هذا الكلام إلى علماء الدعوة الوهابية في يعني موطن آخر. سوف نضطر إلى أخذ وقت طفيف إن شاء الله، ليس طويلا، بعد صلاة العشاء إن شاء الله نستكمل في بعض النقول عن الشيخ ابن باز، ونذكر تتميما للفائدة فتاوى مذكورة للجنة ككل ليحصل الثقة أعلى ولتتضح الصورة أكثر.
كما ذكرنا بعض النقول من علم الشيخ النبات رحمه الله في يتضح منها تنظير المسألة من وجود التعاون على البر والتقوى والتعاون على إقامة شروط الكفايات حتى مع وجود الإيمان وإقامته لها على الوجه المطلوب، فإنها تكون في حق المتطوعين من ذات المستحبات فإن لم يكن مقيما لها على الوجه المطلوب فهي ما زالت على الوجوب على ما ذكرنا. نذكر نماذج من وتضمن الكلام كلامه في المجمل في أن الجماعات الإسلامية فيها الحق وفيها الباطل، وأن يقبل الحق ويرد الباطل، وأنها في الجملة ليست هي المقصودة بحديث حذيفة فاعتزلت تلك الفرقة كلها. نذكر نماذج تفصيلية من أسئلة عن جماعات بعينها أو مواقف بعينها، منها موقفه رحمه الله من الجهاد الأفغاني. كما ذكرنا البعض أحيانا يقيس الأمور بعد ما تتم ثم يحاكمك بها، أنت الله تبارك وتعالى لم يكلفك إلا أن تتصرف بما يغلب على ظنك، فمسألة أن الجهاد الأفغاني بعد ذلك نشأ منه قتال فتنة هذا لا يكلف أحد به، أما كونه كان مشروع الأصل وليس هناك ما يوجب الخضوع لهذه السلطة الشيوعية أو الموالية للشيوعية وأن هذا مما لم يوجبه الله بل أوجب خلافه، وأن ذاك الموقف الأمة ككل كما سيأتي بيان موقف يعني رئيس الشيخ البلاد رحمه الله، إلا أن أول موقف نذكره من موقفه من نماذج لأعمال جماعية وموقفه من الجهاد الأفغاني. والشيخ ابن باز رحمه الله رسالة بعنوان دعم المجاهدين والمهاجرين الأفغان من أفضل القربات وأعظم الصدقات، وهي موجودة في مجموع فتاوى رحمه الله في الجزء الخامس صفحة 134 وما بعدها. يقول فيها بعد ذكره لبعض الأدلة في فضل الصدقة وفضل الثواب والترابط بين المؤمنين، يقول: فمساعدة المجاهدين والمهاجرين الأفغانيين من أفضل القربات ومن أعظم الأعمال الصالحات من الزكاة وغيرها، ومن حكمة الزكاة في الإسلام والصدقات أن يشعر المسلم برابطة تبذله نحو أخيه، لأنه يشعر بما يؤلمه ويحس بما يقع عليه من كوارث ومصائب، فيرق له القلب ويعطف عليه ليدفع مما أتاه الله بنفس راضية وقلب مطمئن بالإيمان. والمجاهدون الأفغان والمهاجرون منهم وفقهم الله جميعا يعانون مشكلات في حياتهم عظيمة فيصبرون عليها رغم أن عدوهم وعدو الدين الإسلامي يضربهم بقوته وأسلحته وبكل ما يستطيع من ذنوب الدمار، وهم بحمد الله صامدون ومصرون على مواصلة الجهاد في سبيل الله كما تتحدث عنهم الأخبار والصحف، ومن شاركهم بالجهاد من الثقات لم يضعفوا ولم تلم شكيمتهم إلا أن مشكلتهم نتجت من الدمار الذي حل بديارهم والتخريب الذي أحدثته أسلحة الروس وطائراتهم والفاق التي حلت بأهليهم مما تسبب في هجرة جماعية إلى باكستان وغيرها. إلى آخر الكلام الذي يحث فيه المسلمين على مساندة إخوانهم المجاهدين في فرنسا. ثم يعني ختم ذلك بقوله: ونسأل الله عز وجل أن يضاعف أجركم ويتقبل منكم ما تجدون به، وأن يعين المجاهدين الأفغان وغيرهم من المجاهدين في سبيله في كل مكان، ويثبت أقدامهم في جهادهم، وأن ينصرهم على عدو الإسلام وعدوهم،
انه سميع قريب. يبقى ده موقف سير ابن باز من هذا الامر، وهذا عند القوم يعني هو لا يختلف اثنان على ان هي دي اشد صورة من صور العمل الجماعي، سواء من جهة التنظيم اذا كان العلة هي التنظيم، او من جهة دون ابن المتطلق اذا كانت العلة هي ابن المتطلق انه يناولون الى غير ذلك، ولكن الضابط هو تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. ايضا الشيخ ابن باز موقف في غاية اللين، ومع الشيخ ابي الاعلى المولودي رحمه الله تعالى، والشيخ ابي الاعلى المولودي كان امير الجماعة الاسلامية في باكستان، ويعني مسؤولية الاستاذ ابي الاعلى المولودي عن فكر التكفير هي كمسؤولية الاستاذ سيد قطب تماما، يعني نفس الالفاظ المجملة التي من اجلها نسب فكر التكفير الى سيد قطب هي هي او قريبا منها الموجودة في كلام الاستاذ ابي الاعلى المولودي. هذا خطاب من الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الى الشيخ ابي الاعلى المولودي، ينصح في بعض هذه الالفاظ التي سببت بعض هذه المشكلات، ولكن نذكر يعني ما يعني درجة قبول الشيخ ابن باز لهذه التنظيمات على حد قول البعض. يقول الشيخ ابن باز هذا في فتاوى الشيخ ابن باز الجزء الخامس صفحة 11، يقول كان ابو الاعلى المودودي قد بعث الي برسالة رقمها كذا شرح فيها حاله وحال الاستاذ الطفيل الذي خلف فضيلته في إمرة الجماعة الإسلامية، وقد أجبته برسالة عندما كنت رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في نفس العام، منها يكن الشيخ حذف ذكر من رسالة الموضوع العلمي فيها، وبيستدرك عليه بعض الإطلاقات التي قد يكون فيها خلل. ان الشيخ ابن باز يقول له قال لي بعض الاخوان المقيمين في البلاد من اهل الديار عن فضيلتكم انكم ترون ان العباده تفسر في الطاعه، وان كل من اطاع احدا فقد عدل كما تفسر بالرفق والتالق الى اخر الكلام. ان الشيخ بيوضح له هذه المسألة ويدعوه إلى المراجعة والنصيحة. فهذا نوع من أنواع يعني قبول الشيخ في الجماعة الإسلامية في باكستان على ما عند أميرها من خلل، وإن كان الشيخ تلطف جدا في النصيحة له كما هي عادته رحمه الله تعالى. ولذلك يعني يقول بعد ما رد عليه في هذا الجانب يقول يعني من باب المبالغة في الكفر بعد ما بين الشيخ ابن باز الامر، قال وما اظن هذا الامر يخفى على من دونكم من اهل العلم، ولكن لما كان هذا الامر قد اشاعه عنكم من اشاع وجب علي ان اسالكم عنه واطلب من فضيلتكم تفصيل القول فيه حتى ننفي عنكم ما يجب نفيه، وندافع عنكم على بصيره، ونوضح الحق لطالبه فيما يتعلق بالجماعه الاسلاميه في باكستان التي كان الاستاذ ابو الاعلى المولودي اميره. ايضا هذا سؤال تفصيلي عن جماعه الاخوان، قد ذكر سبق ذكرها عرضا في ثنايا الكلام في الفتاوى المختصر عن الجماعات ككل. يقول السؤال وهذا جزء من حوار طويل اخر اجرته مجله المجله مع الشيخ رحمه الله، وهو منشور في الجزء الثامن من مجموع فتاوى رحمه الله.
منشور في صفحة 24 وما بعدها، وهذا هو السؤال 28 في الحوار في صفحة 31. يقول السائل: سماحة الشيخ، حركة الإخوان المسلمين دخلت المملكة منذ فترة. انظر هنا السؤال على يعني داخل المملكة، ويعني لو أجاب بالمنع لكان مازال لدينا إمكان إن احنا نجيب بالفقر، فكيف إذا لم يجب بالمنع؟ قال: دخلت المملكة منذ فترة، أصبح لها نشاط واضح فيما طلبت العلم. ما رأيكم في هذه الحركة؟ وما مدى توافقها مع منهج السنة والجماعة؟ قال: حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم، لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع. لهم أساليب خاصة ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة. فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية، الدعوة إلى توحيد الله وإنكار عبادة القبور والتعلق بالأموات والاستغاثة بأهل القبور كالحسين أو الحسن أو البدوي أو ما أشبه ذلك. يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل، بمعنى لا إله إلا الله التي هي أصل الدين، وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة دعا إلى توحيد الله، إلى معنى لا إله إلا الله. فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر، أي عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله والإخلاص له، وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم الذي هو الشرك الأكبر. وكذلك ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة، تتبع السنة والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكام الشرعية. هناك أشياء كثيرة أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها، ونسأل الله أن يوفقهم ويعينهم ويصلح أحوالهم. بهذا يعني ما نقض به الشيخ ابن باز هذه الجماعة، ما عندها من أخطاء، لا أصل وجودها كجماعة ولا حتى أصل وجودها في المملكة. وإن قال يعني أنه هناك في المملكة لما توجد، كما ذكرنا يمكننا أن نزيد الفرق كما فيه. طبعا مع الأخذ في الاعتبار أن معظم انتقادات الشيخ ابن باز على جماعة الإخوان أنهم لا يفعلون، لا يدعون إلى التوحيد، لا يدعون إلى تعظيم السنة، ولكن لم يذكر أن عندهم انحرافات في التوحيد. لماذا؟ لأن جماعة الإخوان كجماعة تختلف من بيئة إلى بيئة، وبالتالي جماعة الإخوان في السعودية يكون الأصل فيهم أنهم سلفي العقيدة، ولكن همتهم ليست الدعوة إلى العقيدة السلفية، هذه قضية. وبالتالي ممكن تجد غيره نقده يكون أسد، بل الشيخ الألباني كما سيأتي بيفرق بين إخوان حلب وإخوان دمشق، يعني في سوريا لا، مش ليس في العالم الإسلامي كله، بل في بلد واحدة يفرق من إخوان بلدين، ويقول إخوان حلب سلفيون وإخوان دمشق صوفيون. فهذا هو الكلام. لذلك ممكن أنه يعني يسأل عن أحوال الإخوان في بلاد أخرى فتكون إجاباته أعنف من ذلك. الحاصل أننا عايزين نقرر مبدأ، هو بعد ما أفضل مبدأ مشروعية الاجتماع على البر والتقوى، ومبدأ مشروعية القيام بفروض الكفايات التي يقوم بها الإمام فضلا عن التي لا يقوم بها، وحتى الذي فعل جمع خيرا إلى شر، هو غاية ما هنالك أنه بينتقد ما عنده من خلل وليس نقضا لأصل مشروعية قيام جماعات الدعوة إلى الله. هذا سؤال آخر الشيخ ابن باز عن جماعة التبليغ، وفي الجزء الثامن من فتاوى صفحة 269. السؤال يقول: خرجت مع جماعة التبليغ للهند والباكستان، وكنا نجتمع ونصلي في مساجد يوجد بها قبور، وسمعت أن الصلاة في المسجد الذي يوجد به القبر باطلة،
فما رأيكم في صلاتي وهل أعيدها؟ وما حكم الخروج معهم لهذه الأماكن؟ أقول السيد بسم الله والحمد لله. أما بعد، جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنة والجماعة، حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير، لأنهم نشيطون في عملهم، ولكنهم يحتاجون إلى المزيد من العلم وإلى من يبصرهم من علماء التوحيد والسنة. رزق الله الجميع الفقه بالدين والثبات عنه. كلم هنا اللي يقول تخرج حتى مع هذه الجماعة البناء، كنا يعني طبعا كلام الشيخ في غاية الانضباط، لكن الناحية العملية بنوه ان البعض بيطبقه ما يبقاش هو على بصيرة كافية ويخرج فيقتل. ده احنا يعني ربما نتحفظ على التوسع في تطبيق هذا الكلام، لكن هنا الاصل هؤلاء ما اجتمعوا عليه من خير يثابون عليه ويعانون عليه، حتى ولو كان ده هم خدوا الرجل دخلوا به المتاجر التي فيها قبور، قال له اذا انت لا تخرج معهم ثانيه، انما لو وجد من كان على بصيره بالعقيده فيخرج يعاونهم على انهم نشيطون في عملهم. ثم ذكر له حكم الصلاه التي فيها قبور. في الواقع هذه الفتاوى اللي هي صادره عن الشيخ ابن باز فقط، يوجد نظير لها صادر عن اللجنة ككل، نذكر طرف يسير منها بحيث يحكم يعني الثقة بذلك بفضل الله تبارك وتعالى. في كتاب الفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدوسي في كذا جمع، هذا لعله من أجمعها، المجلد الثاني مجلد العقيدة، هناك بعض الأسئلة تتعلق بالاجتماع، نذكر منها في الواقع هي مشابهة تماما لما ذكرناها عن الشيخ ابن باز، إلا أنها إن أذكر شيئا الفتوى رقم 4161. السؤال يقول: هل يجب على كل مسلم ان يكون له فرقه اسلاميه ويكون لها امير جماعه، مع ان هذا يؤدي الى التفرق في امر المسلمين وتفتيت وحدتهم وتنازعهم؟ الجواب: الواجب على المسلم ان يتبع ما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وان يحب في الله ويرغب في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، وان يحرص على ان يكون اقرب الناس الى الحق بقدر استطاعته. اذا هو حاله على ان يكون مع اقرب الناس الى الحق. طيب السؤال باسماء بقى في الصفحه التي بعدها، الفتوى رقم 4093. السائل يقول، وهذا جزء من الفتوى رقم 4093، فتوى كان فيها سؤالين، ده الثاني من هذا المتعلق بهذا الموضوع. يقول: انا طالب جامعي اعيش في دوامه من الاراء والافكار وبين جماعات كل واحده منها تنسب لنفسها الافضليه وتعمل
كل ما في وسعها لكسب الأنصار، مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ صاحبة الخروج 40 يوما و4 أشهر، وجماعة أنصار السنة والجماعة الإصلاحية لعبد الحميد بن بديف. وعليه أرجو وأطلب منكم أن توجهونا إلى الطريق الصحيح الذي فيه سعادتنا وسلامة الإسلام من كل ما يجعله يتأثر بالطيارات الحاجزية التي تنهش عظامنا ونحن لا ندري. الجواب: الواجب عليك التزام الحق وما يشهد له الدليل دون التحيز لجماعة بعينها، وأولى الجماعات بالتعاون معها من حافظ على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم، والالتزام بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذ ما حدث من البدع والصواب. فإذا ما يجيش واحد يعني ممكن فتوى تانية تكون بتركز قوي على جزئية ألا تتحيز لجماعة بعينها، يبقى مش معناها لو بيقول له لا تتحيز لجماعة بعينها ولكن إلزم أقربهم إلى الصواب، ومع ذلك خذ منها ما وافق الحق واترك ما خالفه. يبقى ده الكلام، مش انه لما والا قد توجد فتاوى فيها حي الكلام على عدم التحيز يشغل مساحه اكبر من اجابه المجيب، فلا بد من وضع هذه الى تلك، لانه جمع بينهم هنا في السياق واحد ان الرجل ذكر كل ما طلب يده من جماعات وقال الطيارات الخارجية كحال السؤال الذي قبل. يعني خد بالك الأسئلة دي كلها من أناس لديهم فكرة مبدئية عن عدم مشروعية الجماعات، وقال السؤال سؤال تحريضي بيتكلم على النهش والطيارات الخارجية، بينما جاءت الإجابة مقتضبة ومركبة لا تتحيز، ونعرف يعني ايه تتحيز لما ده هو فسرها، والزم أقرب الجماعات إلى الحق، يعني حتى مش بيشترط عليه أن يجد جماعة خالصة على الحق. طب ولما الآس يضيق، ده مصرح بقى به في الفتوى التي بعدها. يقول السؤال الذي ايضا في الصفحة 237، السؤال الاول من الفتوى رقم 3250. السائل يقول: في العالم الاسلامي اليوم عدة فرق وطرق الصوفية، مثلا هناك جماعة التبليغ، الاخوان المسلمين، السنيين، الشيعة، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الاجابة: اقرب الجماعات الاسلامية الى الحق واحرصها، أقرب الجماعات الإسلامية الحق وأحرصوا على تطبيق أهل السنة وهم أهل الحديث وجماعة أنصار السنة، ثم الإخوان المسلمون. طبعا كما ذكرنا التصور في عن إخوان السعودية أفضل بكثير من إخوان غيره، ولكن هو ذكر الإخوان إيه بعد الثلاثين. قال: ومن جملة فكل فرقة من هؤلاء وغيرهم فيها قطع وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب واجتناب ما وقعت فيه من اخطاء مع التناصح والتعاون على البر والصفا. يعني ايضا صفحه 238 و239 فيهم فتاوى تقريبا بنفس المضمون، فتوى رقم 380 والفتوى رقم 3122. نذكر ايضا فتوى اخرى في الصفحة 243، فتوى رقم 4250. السؤال السابع منها يقول: ما هو دور المسلم الامين الذي يعيش في مجتمع جاهلي ليس فيه علماء ولا حركات اسلاميه ولا يستطيع ان يقارن بين هذه الجماعات حتى يتبع ما من يوافق الكتاب والسنه، فما دوره وهو عادل هذا العدل وهو يعيش
بين الديانة. الإجابة: ينبغي للمسلم أن يتعلم من أمور دينه ما يجعله على بصيرة من الدين، ويدعو الناس إلى الخير بقدر استطاعته، ولا يجب عليه ما لا يستطيعه، لعموم أدلة يسر الشريعة، ومنها قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ويجب عليه أن يتعاون مع أقرب أهل العلم إلى الخير، فإن لم يجد وجب عليه أن يهاجر إلى بلد فيها من يتعاون معه على معرفة دينه وإقامة شعائره، ما استطاع إلى ذلك سبيل. يبقى إذن ده هنا ده لولا هي هذا هو تطبيق فاعتزل تلك الفرق كلها. لو لم يجد أحد من أهل العلم والخير يغلب عليه الخير، ومش ضرط أن يكون، فإن لم يجد يبقى يجب عليه الهجرة حينئذ. هذا هو الكلام، وهذا يؤكد الفتوى المذكورة في الصفحة بعدها 244، السؤال الرابع من الفتوى رقم 9785. السائل يقول: بماذا تنصحونني وأنا أعيش في هذا العصر الذي كثرت فيه البدع والإلحاد والفساد، وكثرت تارك الصلاة جزاكم الله خيرا؟ في سائل تكرر عدة مرات بيقول: ماذا تنصحونني وقد اختلفت علي الجماعات، سلفيين وإخوان وتبليغ، قال اتبع أقربها للصواب. ده قال أنا كثر علي البدع والإلحاد والفساد، قال نوصيك بتقوى الله وننصحك بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، إلى آخر الحديث المعروف. يبقى لما كان السؤال عن هؤلاء كانت هي دي الإيه؟ الإجابة، كانت هذه هي الإجابة كما هو معلوم. هناك في نفس الجزء ايضا، ما زلنا في الجزء الثاني من مجموع فتاوى اللجنه الدائمه، صفحه 644، فتوى رقم 2931، فتوى طويله جدا ولكنها في غايه الاهميه ايضا. السائل يقول: جماعه صالحه في قريه اهله بالسكان، جماعة صالحة في قرية آهلة بالسكان، بها مسجد جامع كبير يصلى فيه الجماعة، وهو الوحيد في القرية كاف. الصلوات الخمس المسجد يسع المصلين ويبقى فارغا محتاجا إلى زيادة. السائل أمين جدا، يعني السائل كان حريص أن يقول أن مفيش أي مبرر لبناء مسجد آخر غير ما تذكره بعد. المسجد واسع ويسع المصلين. يقول: مع العلم ان اهل القريه ليسوا مداومين على صلاه الجماعه الا افراد صالحين قلائل. الجماعه الصغيره انشقت عن القريه مستنكره بدعا وخلافات وتقصير اهل القريه في القيام بشعائر دينهم، ويؤدونها بطرق غير تامه وغير صحيحه، علما ان اهل القريه من الطريقه التيجانيه، فقررت هذه الجماعة الصغيرة عدم الصلاة وراء إمام القرية الذي ليس له الأهلية للصلاة مع اعتقاداته التيجانية الفاسدة، وهو يشجع عليها فيحضر الإمداح بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها من الإطراء والشرك ما تعلمون، وانتهى بهم إلى بناء مسجد جديد لا يبعد كثيرا عن المسجد الأول، وبدأوا يدرسون فيه التوحيد ويعلمون أتباعهم العقيدة الصحيحة ويحذرونهم من البدع والخرافات. فنال من جهتهم عدة شباب، بالإشكال عند البعض أن الشباب يأتي إلى الزوايا والتكاية، هذا الرجل على أنشأ زاوية جاء الشباب إليها يدرسون العقيدة الصحيحة. قال: فنال من جهتهم عدة شباب فتنوا من أهاليهم، وحكمت أهل القرية على هذه الجماعة أنها ليست من الدين، وقالوا إن المسجد الجديد مسجد غرار، مع العلم بأن هذه الجماعة معها شيخ علم دارس بالزيتون متفقه في الفقه المالكي،
فما حكم هذا المسجد الذي بني جديدا؟ وهل ينطبق عليه قولتهم انه مسجد ضرار؟ وما حكم الانكار على اهل الطريقه التيزانيه؟ وفي اي درجه هم من الايمان؟ وهل يجوز لطالب علم يريد الاصلاح في هذه القريه ان يحاول اصلاح هؤلاء المنحرفين التيزانيين في مسجدهم والبعد عن الجماعه الاخرى التي تتبع الحق، وذلك بسبب إثارتهم لفتنة المسجد الجديد، أم يبقى مع جماعة الحق القليلة وينصرف عن الآخرين؟ كانت الإجابة: أولا، إذا كان الواقع كما ذكر من أن المسجد الكبير الوحيد في القرية قد تسلط عليه التيزانيون وأعلنوا فيه البدع والخرافات، وأن جماعة من أهل الحق أنكروا عليهم ذلك فلم يقبلوا فاعتزلوهم لذلك وبنوا مسجدهم ليقيموا فيه الصلوات إلى آخره، فليس مسجدهم الذي بنوه مسجد ضرار. ثانيا، إنكار ما عليه أهل الطريقة التيزانية من البدع والخرافات واجب على أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما درجة أهل الطريقة التيزانية والحكم فيها بسبب ما أحدثوه من البدع والخرافات، فقد أعد كتابة من اللجنة الدائمة في بدعهم. يعني خلاص كتابة أن هذه الطريقة عندها معتقدات شركية كثيرة، إلا أنه معلوم الفرق من النوع والعين، ولذا سيأتي تمام الفتوى أنهم نصحوا من لديه مدخل في الإنكار أن يظل معهم وينكر. قال: من كان لديه ثالثا، من كان لديه علم وأمل في قبول النصيحة خالطهم ونصحهم رجاء أن يتقبلوا منه ويكفوا عن بدعهم أو يقللوا منها، وإلا وجب عليه اجتنابهم. يبقى هذه أيضا يعني عدة فتاوى تؤكد هذا المعنى، وكلها هذه الفتاوى الأخيرة منسوبة إلى اللجنة ككل. يعني كختاما نشير إلى رسالة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بعنوان: الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته، وهي أيضا موجودة في فتاوى الشيخ في المجلد الأول صفحة 312 فما بعده. ما ذكرنا أن جهاد الإمام محمد بن عبد الوهاب نموذج حي للعمل الجماعي الذي وصل إلى أعلى درجاته، وإن كان البعض بيشكك في هذا بناء على أنه كان معه أمير الضرعية الأمير محمد بن سعود، ولكن تمت مشكلتان يعني في هذا الأمر على من ظن ذلك. الأمر الأول أن الخلافة العثمانية كانت قائمة، ولا يخلو الأمر إما أن يكون أمراء الجزيرة كانوا تابعين للخلافة العثمانية وإما أن لا يكونوا تابعين. فإن كانوا تابعين إذن فطاعة الخليفة الأعظم واجبة، وهذا الخليفة هو الذي أرسل الجيوش لحرب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وإن لم يكونوا تابعين فقد كان واجبا عليهم أن يتبعوا هذه الخلافة، وبالتالي كان هناك تقصير من هؤلاء، ويبقى أنهم هم المتسلطون وهم الأمراء. وقد خرج الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب على كثير منهم كما يتضح من سيرته. ملاحظ ما ذكر الشيخ ابن باز في سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب، لم نذكر المرحلة الأولى التي يعني عودي فيها قبل أن يكون مدعما له الامير عثمان امير العيينة ببداية امره، واشترك مع الامير عثمان في هدم قبة قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه. اذا اشترك مع الامير، وان كان الامر هنا
يظل لو كانت الخلافه العثمانيه قائمه، طب الخلافه العثمانيه كانت بتمنع هدم الارتداد بل كانت تشجع عليه. الامر الثاني ان الشيخ محمد عبد الوهاب اقام الحد على امراه زانيه. ويقول الشيخ ابن باز: وكان هذا حال ولايته القضاء، ولكن غضب لذلك امير الاحسان، وكان يقطع الامير عثمان خرازا من ذهب، فامره بقتل الشيخ، فخشي الامير عثمان ان يقطع خرازه من امير الاحسان، فامر الشيخ بالخروج من عنده هروبا من ان يقتله. يبقى هنا برضه نرجع تاني ان امير الاحفاء كان له على امير العينين طاعه، ومع ذلك خرقها الامام محمد بن عبد الوهاب مع الامير عثمان. فلما بلغ الامر الى قطع خراج الذهب تخلى عنه الامير عثمان، وصار الامام محمد بن عبد الوهاب بلا امير يسانده. فخرج يذكر الشيخ ابن باز، ده خلاصه يعني تاريخ الامام محمد بن عبد الوهاب، خرج حتى اتى الضرعيه، فدخل على الشيخ محمد ابن سويلم العريني. يقول الشيخ ابن باز: ويقال ان هذا الرجل خاف من نزوله عليه وضاقت عليه الارض بما رحبت. فاذا الشيخ محمد عبد جاء بدون اذن امير الضرعيه جزما ونزل على هذا الرجل، وكانت ورطه بالنسبه لهذا الرجل، وضاقت عليه الارض بما رحبت، وخاف من امير الضرعيه محمد ابن سعود، فطمأنه الشيخ ثقة بالله، قال يعني طمأنه وقال: ابشر بخير، وهذا الذي ادعو اليه دين الله وسوف يظهره الله. اذا هو طمأنه ليس لانهم كانوا اذن من امير الضرعيه ولا شيء، ان هو ثقه بنصر الله. وقد كان بالفعل انه سعى البعض بعد ما علم ان الاسلام نزل الضرعيه، فسعوا الى الامير محمد بن سعود والى ان يعني يقبل الشيخ وينصره، وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى فحصلت النصره. هنا يبدا الكلام، يعني اذا في مرحله كان بيعاون الشيخ فيها الامير عثمان، ومرحلة كان بيعاون فيها الأمير محمد بن سعود، بينهما الفترة اللي هو خرج من هنا ودخل هنا سرا ونزل على هذا الرجل، بل وقبلهما، لأن الأمير عثمان كان داخل في طاعة أمير الإحساء، ومع ذلك يعني خرجوا عليه. يقول الشيخ ابن باز خلاصة لماذا كان للشيخ محمد بن عبد الوهاب خصوم كثيرون. فقال أن الخصوم ثلاثة أقسام: علماء مخرفون، هذا قسم، ده يعني ملخص كلام الشيخ ابن باز، قال أن الخصوم ثلاثة أقسام: علماء مخرفون، القسم الثاني قسم قلدوا القسم الأول فنقلوا تهم بلا بينة، وقسم آخر خافوا، هذا نص كلامه، قال: وقسم آخر خافوا على المناصب والمراتب فعادوه لئلا تمتد ايدي انصار الدعوه الاسلاميه اليهم فتزيلهم عن مراكبهم وتستولي على بلادهم. اذا الشيخ بعد ما دخل في واعان امير الضرعيه كان هناك من يخاف من الشيخ من الامراء، وان هم دول جل خصومه، وكان ومع ان لهم اماره، ان المساله ان الشيخ لم يكن يرى لهؤلاء الامراء يعني طاعه عليه، على الاقل في منعه من الامر المعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله واتخاذ الاعوان اجلها. ثم ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله القتال الذي دار بين جيوش محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب من جهه، والجيوش التركيه والمصريه من جهة أخرى. ومعلوم هنا هذه الجيوش التركية جاءت بصفتها دولة الخلافة، والجيوش المصرية جاءت بصفتها إحدى الدول الواقعة تحت الخلافة، ولكن لما كان دولة الخلافة تريد أن تنشر البدعة وتحارب السنة حاربها محمد بن سعود ومحمد
ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يعني هذا يعني يعتبر عرض سريع لموقف علماء الدعوة الوهابية لسيما موقف الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في المسألة من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية على واقع كثير من الزمان. يعني في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نستعرض على طريقة أو هيئة قريبة من هذه موقف العلامة الألباني.